ننتقل مع حضراتكم الى خبر اخر، ودايما بنتابع معاكم كده الحاله الوبائيه. يمكن النهارده مش هنطول كتير قوي في موضوع رصد الحاله الوبائيه، لاننا معانا النهارده فقره طبيه خاصه عن هذا الشان. هنتكلم مع حضراتكم باستفاضه في الحاجات الجديده بقى، ما له علاقه باللقاحات الجديده والادويه الجديده، لكن رصد سريع مع حضراتكم كده للحاله الوبائيه محليا وعالميا، وهنكمل كلامنا في اطار فقرتنا الحواريه مع حضراتكم. وزارة الصحة والسكان أعلنت خروج 542 متعافي جديد من فيروس كورونا، الحمد لله، ألف حمد لله على سلامتهم. لكن بالنسبة للحالات الجديدة في الإصابات وفي الوفيات، في النهاردة مؤشر يدعو للتفاؤل، في هبوط في مؤشر الوفيات. عندنا النهاردة 10 حالات وفاة، ربنا يتغمدهم برحمته، ولكن ده بالنسبة لنا إحنا بنقف عند هذا المؤشر لأنه أقل من الأيام اللي فاتت وأقل من الأمس وأقل من الأسابيع الماضية كلها. ده أقل مؤشر يمكن من شهور مضت، ده أقل رقم سجل. نسبة 10 حالات وفاة ده يعني ربما يكون عنده يعني أو يكون مؤشر عند خبراء الصحة، هل إحنا مثلا بنقترب على الانتهاء من الموجة الرابعة؟ هنسأل المتخصصين طبعا في هذا الأمر بعد لحظات مع حضراتكم إن شاء الله، هيكون معانا فقرة متخصصة. بالنسبة طبعا للحالات اليومية، حالات الإصابات 883 حالة إصابة، بفكر حضراتكم بالرقم الساخن 103 إصابة. نروح كده للحالة الكورونية العالمية سريعا كده ونرصد الحالة. أنا قلت الخط الساخن 105 103، أنا آسفة جدا. طيب بصحح المعلومة، 105، قللت رقمين، معلش أنا آسفة. تعالوا نروح للحالة الوبائية العالمية، وفي طبعا طفرات خاصة في بريطانيا. بريطانيا بتسجل امبارح 106 ألف حالة، 106 آخر إحصاء من بريطانيا النهاردة، 120 ألف إصابة جديدة عندهم. حالات الوفيات 147 حالة وفاة فقط، ولكن 120 ألف دي بالنسبة لها طفرة، خاصة اليوم اللي قبلها كان 106، اليوم اللي قبل 106 كان 100 ألف، إن إحنا بنتكلم إنها كسرت حاجز ال 100 ألف، اليوم اللي قبلها كان 96 ألف. شوفوا حضراتكم القفزة اللي عندها من قبل كده، كنا أصلا لما إنجلترا أو لما المملكة المتحدة وصلت ل 56 أو 52 ألف إصابة، قلنا يعني ده رقم ما حصلش في من بداية أزمة الكورونا عندها. روسيا إمبارح يعني ممكن نقول ان هي بتشهد في حالة من حالات الاستقرار، لان هي كانت قبل كده مثلا وصلت ل 39 ألف إصابة، امبارح بنتكلم في 25 ألف إصابة و 1000 حالة وفاة. استراليا بتعيد فرض الزامية، فرض ارتداء الكمامات، امبارح رصدت مع حضراتكم كمان نفس الموضوع في إسبانيا. في بعض الدول بتفكر في الإغلاق من جديد. ألمانيا امبارح بتسجل أول حالة وفاة لكورونا. في بعض الدراسات كده هشير لحضراتكم ليها، يعني دراسة بتقول إنه متغير أوميكرون ما سبقلوش مثيل. ليه؟ لأنه هو عنده في تكوينه كمتحور جديد 37 طفرة جديدة. هنتكلم مع حضراتكم ونرصد بقى الموضوع ده بعد لحظات، ولكن في دراسة إسبانية بتتكلم على العوارض الجديدة الخاصة بالأوميكرون، وقال إن هي ركزوا بقى في النقطة دي، إن هي بتشبه أعراض الحساسية، يعني عطس كتير، حكة في الأنف، آلام أو همدان في الجسم، آلام طفيفة في المفاصل. دي دراسة إسبانية رصدت الأعراض الجديدة، عشان الناس اللي فاكرة مثلا إنه لا انا ممكن من تغيير المواسم او في دخلة الشتاء او انا عشان مثلا قاعد في دفاية وبعد كده بخرج في الجو الساقع فبيجيلي شوية عطس او شوية رشح خفيف، خلوا بالكم يا جماعة من الاعراض دي، لان دي من اعراض الاوميكرون. ما تستهنش بالحاجات دي وتقول لا ده دور برد خفيف ولا شوية حساسية خفيفة. حاول ان انت تروح للدكتور لو مثلا كانت حاجة عارضة وفاتت، ممكن ان انت اوكي تعديها، لكن لو فضلت هذه الاعراض معاك لازم ان انت تنتبه لها. دي ابرز الدراسات. في دراسة طبعا في هونج كونج وكامبريدج، جامعتي بالتحديد هونج كونج وكامبريدج، رصدوا تحرك الاوميكرون ازاي هو بيوصل الرئة. طب هل هو فعلا بيوصل للقصبة الهوائية السفلية ولا بيفضل في القصبة الهوائية العليا؟ دي كانت دراسة رصد الموضوع ده وقالت ان الاوميكرون
اغلب الحالات اللي فيه، وده اللي بيخليه اقل شراسه. برروا الموضوع ده بهذا الامر، يعني ان هو بيفضل موجود في القصبه الهوائيه العليا، يعني ما بيوصلش للرئه، وده كان الخطوره اللي في متحور دلتا وفي الفا وفي بيتا، واللي احنا كنا متخوفين منه عامه في متحور في عفوا في فيروس الكورونا بشكل عام، ان هو بيصل او بيستهدف الرئه او القصبه الهوائيه السفليه. الموضوع في اوميكرون ممكن يكون اخف شويه، لان هو بيستهدف القصبه الهوائيه العليا، وده اللي بيخلي كاصابات بتكون طفيفه شويه، لكن رصدوا كمان الفئات العمريه اللي بيحصل فيها هذه الاصابات، وقالوا انه فئه الشباب بيجي لها هذه الاصابات اكتر، ولكن لما بتصل لفئه المسنين اللي هم فوق الستين من العمر بتؤدي الى الدخول للمستشفيات. ده حسب الدراسات الاخيره، وهنستفيض مع حضراتكم من خلال فقرتنا الصحيه بعد قليل مع حضراتكم. لكن برضو لسه في ملف الصحه سريعا كده، احنا تسلمنا 116 مليون و 851 الف جرعه من اللقاحات حتى الان. ده ما تم توريده من لقاحات أسترازينيكا وساينوفاك وسينوفارم وجونسون أند جونسون وسبوتنيك وفايزر بايونتك وموديرنا. وأوضح دكتور حسام عبد الغفار أنه جرى اتخاذ إجراءات لمنح الجرعة الثانية لمن تخلف عنها، وده من خلال تكثيف إرسال الرسائل القصيرة للحصول على الجرعة الثانية، واللي أصرت عن منح الجرعة الثانية لحوالي 344,956 شخص منذ إطلاق الخدمة. يا جماعة لو الرقم ده فيه تصحيح ياريت تقولولي. 344,956 الرقم صحيح معايا، يا ريت بس تاكدوا لي صحه الرقم عشان ناكده مع الساده المشاهدين. هقول